عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من جديد في قناتي شهيوات سهلة مع ليلى. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيك بالتفاح، كيجي لذيذ وخفيف وسهل في التحضير. المقادير ديالو راها بسيطة وفي متناول الجميع. البنات ثقوا بيا اللي قلت لكم هاد الكيكة إلا جربتوها ما عمرها غادي تخطاكم. ندوزوا للمقادير اللي عندنا. فيها جوج تفاحات، ربعة ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب، كاس ديال سنيدة، فاني، جوج كيريات وجوج خمارات، والدقيق طبعا دائما على حسب الخليط ديالنا حتى كيكون القوام ديالو ما ثقيل ما خفيف. تقريبا من 7 حتى 8 ديال المعالق كبار ديال الدقيق. احنا غادي نشوفو من بعد. عندنا ربعة ديال البيضات متوسطين ماشي كبار، كنزيدو عليهم كاس ديال سنيدة ونطربو بطراب كهربائي، واللي بغى يطرب في الكاس ديال العصير مولينكس مثلا ماشي مشكل، بحال بحال النتيجة في الاخر كطلع مزيانة. نطربو مزيان البيض مع سنيده البنات حتى تذوب لنا السنيده، ونزيدو الزيت ديالنا كاس ديال نص كاس ديال الزيت، نطربو مزيان ونبقاو نزيدو داك الكاس لاروب ديال الحليب شويه بشويه. نوقفو التطراب حتى نزيدو الفرماج ونزيدو الفاني، كيس واحد ديال الفاني. ولا ما عندكمش كيري ممكن ديرو لافاش كيري، تا هو كيجي كيتواتى. هاد الكيكه كتجي خفيفه، كتجي اسفنجيه من الداخل، الا جربتوها البنات ما غاديش باقي تخطاكم. صافي نقربو مزيان المقادير ديالنا. ونبقاو نزيدو الدقيق شويه بشويه. انا هنا في الاول درت 6 ديال المعالق كبار. غنخلطهم بخلاط يدوي فقط، وكنزيد خمارة ونص. انا ما كندير جوج خمارات في هاد الكيكة البنات باش ما يجينيش عالي بزاف، كنبغيه يجي شوية مويان حادر ما يكونش كيك عالي. صافي نخلطو مزيان الدقيق ديالنا مع الخليط، وكنشوفو الى حتى جينا الدقيق راه غادي نزيدوه. زدنا ضفنا المعلقة السابعة ديال الدقيق، هانتوما كتشوفو، وخلطنا المقادير كلها. باقي خاصنا الدقيق، زدنا شويه يعني لحد الان البنات راه حنا درنا 8 ديال المعالق ديال الدقيق. انا دائما كنقول لكم بالنسبه للدقيق راه ما يمكنش نعطيكم مقدار مضبوط، على حساب البيض اللي عندكم القياس ديالو وعلى حساب الدقيق واش كيشرب او لا. المهم حنا كنبداو نحطو كنخدمو شويه بشويه. هانتوما شوفوا القوام ديال الكيك ديالنا كي كيكون، ها هو خفيف. كناخذوا المول كندهنوه بالزبده وكندهنوه كنرشوه بشويه ديال الدقيق. كي دائما كنقول لكم قبل ما تخويو الخليط في المول تاخذكم تدخلوه للفريغو حتى تجمد عليه ديك الزبده، هكذا كتضمنوا بانه المول ديالكم ما يلصقش.
صافي، وكنسدفو عليه الشرائح ديال التفاح اللي هي مقطعة رقيقة بزاف. وواحد المعلومة البنات خذوها دايما، شرائح ديال التفاح الا كانت رقيقة بزاف ما كت طحش الارض، يعني ما كت تخفى، تكون خف من العجينة اللي عندنا، من الخليط اللي عندنا ديال الكيك. ندوزو السيرو باش غادي نسقيو الكيكة ديالنا. كنديرو كاس ديال سنيدة ونص كاس ديال الماء وقشور حامضة محكوكة. كنديرو كلشي في كاسرونة على نار مهيلة، كنبقاو نحركو حتى كيطلع لينا السيرو ديالنا. هاد لو زيست غاطي ديال السيترون البنات هنايا راه كيتواتى مع هاد الكيكة ديال التفاح. انا هنا غادي نزيد واحد راس معلقه صغيره ديال نكهه الليمون، غير باش يزيد ليا ديك يقوي ليا النكهه في السيرو ديالي ويطلع ليا حتى اللون. اللون كيعطي تيبان في الكيكه انه كيعطيها واحد اللمعان. هانتوما غادي تشوفوا، ماشي ضروري البنات، انا غير حنت عندي تنديرو باش شويه يطلع لي المذاق. صافي، ملي كطيب الكيك ديالنا كنجيبوها كنزولوها من المول، نحطوها في الطبق تقديم. صافي، ونبقاو ندهنوها بهذاك السيرو اللي وجدناه. ندهنوها مزيان، حاولوا ندخلوا ليها شويه السيرو، كيعطيها واحد اللمعه زوينه، وداك المذاق ديال الليمون كيتواتى مع التفاح. صافي، وكنزوقوها على حسب اختياركم، ممكن تخليوها غير هكا، ممكن ديروا بحالي انا زوقتها بشي شويه ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته شي شويه وزوقتها به بهذا الشكل. ثم دايما البنات راه تيبقى التزيين على حسب اختياركم واللي واجد عندكم في البيت. صافي، هكذا غادي يكون الكيك ديالنا وجد. انا نقطع لكم البنات واحد الطرف باش تشوفوا الكيك ديالنا كيفاش كيجي من الوسط. هانتوما راها كيجي هشيش و اسفنجي من الوسط، شفتو؟ وكنصحكم انكم تجربوه، ونخليكم على خير الى فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش ديروا ابوني واشتراك في القناة.